في حقيقة الناس بحاو آنذاك ما علينا إلا نترحم عليهم، ولكن اليوم 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 بعد 27 سنة راكم تشوفوا الجزائر كيف هي. بعد أقل من 5 سنوات من الفترة التي قضاها مرشحنا على هرم السلطة شفتوا يعني كذا أحدث التغييرات اللازمة أحدثها في وقتها وفي مجالاتها العديدة، والتي تعرض إليها السيد مدير الحملة الذي أشكره ومن خلاله أعضاء التنسيقية وكلكم جميعا. فأنا كلكم أحمر عرفها بروحي من عنابة، مرحبا بكم هنا. أنا بصفة خاصة بالنسبة لعنابة وبالنسبة لكذلك مدينتين أو ثلاثة، كلفني مرشحنا للإشراف شخصيا على هذا التجمع كونه كان يريد أن يشرف عليه هو شخصيا. إنما ظروفه والبرنامج تاعه والالتزامات تاعه خاصة مع المطار، هو مازال رئيس الجمهورية دستوريا وعنده التزامات وعنده ذلك بالنسبة للعلاقات الدولية غير ممكن أبدا أن يبتعد أكثر من 4 محطات التي اختارها والتي أعتبرها تمثل كل منطقة من المناطق الحية لبلادنا المفدى. إذا بالنسبة لعنابة يكون لها كل الاحترام والتقدير. يعني